اعزائي المشاهدين اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج نبض الروح ومعانا النهارده الاستاذ عصام حداد كالمعتاد اهلا بيك يا استاذ عصام اهلا سام. فيك دكتور الحقيقه ابتديت معانا دراسه عن اعمال الروح القدس في سفر اعمال الرسل والنهارده عايزين نكمل اصحاح تسعه هو بالحقيقه من من بدايه سفر اعمال الرسل واحنا بنشوف روح الله بتحرك والطريقه اللي بتحرك فيها روح الله يعني اوركستريشن يعني طريقه فظيعه ترتيبات يعني ترتيبات تنسيق آه بيشيل فلان بيتكلم مع فلان بحرك فلان مم. بيعمل بطريقة إلهية فظيعة في إصحاح تسعة منشوف أنه شاول نفسه اللي كان راضي بقتل آه استفانوس استفانوس بقول لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب وطبعا آه زي ما حكينا بالأول أنه لما روح الله يبدأ يعمل تلاقي قوة الظلم رأسا تنهض تصحى مم. ليه؟ لانها حتى تعطل عمل روح الله، واخذ رسائل للمجامع في دمشق حتى ياخذ المسيحيين ويسوقهم مقيدين لاورشليم حتى يحاكموا حتى يعدموا، بحاول انه يقضي على المسيحيه، بس المشكله الكبيره عند شاول انه مش عارفه بتعامل مع مين يعني الناس اللي بتضطهد المسيحيين مش عارفين مع مين بتعاملوا والكتاب علمنا من يمسكم يمس, يمس حدقة عيني فمهم نعرف ونثق أنه إلهنا سهران علينا نحن الشعب هو غنم مرعى يعني أولاد الرب شعب الرب بيهتم فيهم في كل الأحوال وإذا كنت بتفكر أنه الرب تركك أو ناسيك هذا الفكر مش من الرب أبدا لكن الرب مهتم بكل تفاصيل حياتك ف بنشوف ان بصح تسعة انه آه وقع على الارض في طريقه لدمشق سمع الصوت والنور عن سو فورث وبعدين في عدد عشرة الرب جهز تصور هلا شاول وقع على طريق دمشق وسمع صوت الرب يسوع من انت حتى اضطهده قال له الرب صعب عليك ان ترفض مناخس بتروح بقول له الرب روح لدمشق بتشوف شخص اسمه حنانيه وبقول لك شو تعمل وبنفس الوقت الرب جهز مين حنانيه حنانيه يعني طريقة إلهية ودائما الرب بجهز هلا يونان في كلمة كثير مهمة بسفر يونان فأعد الله حوتا فأعد الله حوت فأعد الله ريح شرقية فأعد الله دائما الرب بعد يعني بمعنى آخر بيهتم بكل التفاصيل يا رب يقتينا بتعد ما حوت يا رب ما هو أنت اللي خلقته فالرب دائما بعد مهتم فيك وفي كل تفاصيل حياتك أمين. فأعد الرب حنانية قال له الرب في رؤيا اذهب إلى الزقاق اللي قال لها المستقيم واطلب شاول الترسوسي لأنه هو ذا يصلي. يصلي. وشوف انطباع حنانية في عدد طلب يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل آه. كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم يعني أنا سمعته بتسبقه ليه لأنه سفاح كان شاول يعني بفتش على المسيحيين وبيقتلهم مم. ما عندوش رحمة وفكروا أنه وهون المشكلة الكبيرة كان بيفكر شاول أنه العمل اللي بيعمله بيرضي فيه الله قتل المسيحيين قتل المؤمنين التعدي على شعب الله كان يفكر أنه هذا عمل بار الرب رح يكافيه عليه يعطيه مجازات ربي سؤال هيجي وقت يظن فيه أنه كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله وهذا بالضبط اللي كان بيعمله شاول لكن الرب يغار دائما لشعبه ما بسكتش الرب وعدد 14 بقوله ها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون بإسمك وكان خايف على حاله حنانية مم. يعني بيقول يعني ممكن نقول أنه يمكن خايف على نفسه أنه يمكن يا رب أنت غلطان أكيد أكيد اكيد شاول ما عارف شاول بهدل المسيحيين وبلقط في المسيحيين وبضطهدهم معقول يا رب شاول بس عارف يا سيدي عصام يعني انا بس يعني يعني بشوف حلاوه العشره مع الرب م. يعني مش حنانية مثلا لما ربنا قال له كده سمعا وطاعة مش من حقه يناقش ربنا مش من حقه ياخد ويدي لا ربنا عايزنا نكون في عشرة معاه عايزنا نعبر عن اللي م. جوانا حتى لو مخاوف حتى لو شكوك حتى لو قلق حتى لو أنا عايزة أفهم م. يعني حنانيا ده كان متأكد أنه أكيد صوت ربنا بس حتى قال له رب يعني طب ناخد وندي يعني فهمني رب ده الراجل ده بالظبط فيعني أنا بحس إن إحنا ساعات بنتعامل مع ربنا بطريقة ناموسية جدا، بنفكر إنه مش من حقنا نتكلم مع ربنا، يا رب م. أنا عايز أفهم، يعني ساعات ربنا بيعمل حاجات في حياتنا ونفتكر إن إحنا من الإيمان إحنا بس نطيع وإحنا مش فاهمين، لكن ربنا عايزنا نسأله، ربنا عايزنا نتحاجج معاه إذا مش معاه. فاهمين، إذا مش عارفين بالزبط. نسأل الرب، آه. يعني في 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 الفردوس لما خلق آدم كان يتمشى في الفردوس مع آدم، م. يعني لذته مع بني آدم مش عايزنا نكون زي صف. روبوت يعني أيوة. او زي بالضبط حاجات آليه يعني بالظبط آه عدد 15 عشر له قال له الرب اذهب لان هذا لي اناء مختار ليحمل اسمي امام امم وملوك وبني اسرائيل لاني سأريك كم ينبغي ان يتالم من اجل اسمي. آه يعني اليوم لو حبينا نسال ما هو ما هي الطريقه اللي الرب تكلم فيها مع حنانيه بهذه الكلمات الدقيقه؟ هل يا ترى تكلم عن طريق شخص مش مكتوب هل يا ترى تكلم عن طريق صوت مسموع للبشر برضو مش مكتوب لكن الطريقه اللي تكلم فيها الله مع حنانيه هي طريقه واضحه كل الوضوح اللي بتت في اي شيء من الشك ما فيش اي شك عرف حنانيه انه اللي تكلم هو الله هو مكتوب قال له في رؤيا يا حنان يعني آه كانت رؤية مم. من الرب لحنانيا فقال هذا دي يعني مكتوب قدامنا بس تكلم مم. تكلم معه يعني بهالرؤية هاي تكلم معه مش بس ورجاه الرؤية آه. لكن آه. تكلم معه بصورة ناطقة أم ولاحظي انه راح لعنده في عدد 17 مضى حنانيه ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال ايها الاخ شاول أرسلني الرب لكي تبصر وتمتلئ من الروح, الروح القدس. القدس هون مهم شوف هلا هل مش بس حتى يفتح عينيك لكن في الشيء اللي, اللي, حيخلي العينين تفتح اللي هو الامتلاء بالروح القدس فللوقت وقع من عينيه شيء كانه قشور فابصر في, في الحال وقام معتمد يا سلام عمل الروح القدس عمل قوي جدا خلصوا على طريق دمشق قفل عن عينيه وهون مش بنفس اليوم تقابل مع حنانيه هذا اليوم الثالث يعني الرب اعطاه يوم يعيد حسابات نفسه ويقعد يتامل ويفكر في الموضوع ويصلي فصلى وبالاخير وصل حنانيه واتكلم معاه فتح عينيه وامتلأ من الروح القدس واعتمد في الحال وطبعا عاد 19 بحكي لنا تناول طعام وتقول انه كان كان لسه مش ماكل وفضل مع التلاميذ بحكي لنا عن والوقت جعل يكرس المجامع بالمسيح ان هذا هو ابن الله شوف المعجزه العظيمه هون اللي كان يضطهد المسيحيين صار هو نفسه يبشر باله المسيحيين والعجيبه كمان لما الرب قال لحنانيا لاني ساريه كم ينبغي ان يتالم من اجل اسمي يعني اللي انت كنت بتعمله في الناس انا عايز اوريك يعني ده شرف هنا الرب مش بيقول ان هو مثلا هيعاقبه لا مش لا عقل. لا الالام لاجل المسيح دي يعني ده اكليل ده ده مجد الكتاب لما في صحيح قبل كده لما التلاميذ ذهبوا فرحين لانهم حسبوا مستاهلين ان يعني امين امين من اجل اسمه ف... امين امين يعني غير مفاهيم شاول خالص اللي انت كنت فاكره ذل واضطهاد ده م. دي عطيه من عند ربح ينبغي أن يتألم هلا بنشوف طبعا احنا عن شاول عدة اشياء اولا شاول عنده اسمين اسم شاول والاسم الثاني بولس اسم عبري واسم يوناني وبنعرف عن شاول ايضا انه كان هو يهودي الاصل ولكن عنده الجنسيه الرومانيه, الرومانية بنفس الوقت وبنعرف عن شاول شيء اخر كمان تتلمذ على يد غملائيل معلم الناموس م. والشيء الاخر اللي عن بولس الرسول او شاول انه كان رجل مثقف فثقافته كانت عاليه على فكره المنطق والسلاسه في الكلام والفصاحه في الكلام والبلاغه في الكلام ناتج عن ثقافته هو كشخص متعلم فمتعلم, فمتعلم ومثقف وبتلاحظي انه لغه الرسائل اللي تكلم فيها بولس تختلف عن لغه الـ مش لغه الـ الاسلوب اسلوب فصاحه الكلام اللي تكلم فيها بولس يختلف عن باقي الرسل لانه باقي الرسل صيادين سمك لكن هذا بالذات هو شخص مثقف <applause> يعني. ف وطبعا عدد 23 بحكي لنا آه انه عدد 22 بيقول كان يزداد قوه ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا أن هذا هو المسيح الشخص اللي كان يضطهد المسيحية صار نفسه الشخص اللي يحاور اليهود في المجامع ويقنعهم أنه هذا هو المسيح وطبعا من الآن فصاعدا راح نشوف كيف الرب استخدم بولس ونشوف قوة الشيطان عن طريق الكهنة ورؤساء الكهنة في المجامع مكان مكان يبشر بولس بنشوف دائما المقاومه باستمرار في مقاومه باستمرار في مقاومه، الكتاب علمنا ان جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون فدائما في اضطهاد، ليه؟ لانه عايش للرب، لانه بنشر كلمه الرب. هاليلويا وطبعا بحكينا بعد 23 حاولوا يقتلوه، عرف بمش... بمك... بطريقتهم بمكيدتهم ونزلوه من السور مدلين اياها في سل وطبعا حاول يلتصق بالتلاميذ كانوا لسه خايفين لانه كلهم خايفين لسه مش عارفين يعني معقول معقول شاول ولا عم بيعمل سيت اب عم بحاول يعني يوقعنا بالفخ يو <applause> نو you <know>. أه. او ثمانية <applause> عدد 28 عدد كثير مهم بقول فكان معهم يدخل ويخرج في اورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع, يسوع وكان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاول أن يقتلوه طبعا أحضروا الأخوة إلى قيصرية وأرسلوه إلى طرسوس بس المهم نعرفه هون شوف كيف الروح بعمل بقول عدد 31 أما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكانت لها سلام وكانت تبنى وتسير في خير خوف والرب. الرب وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر حلوة كلمة تعزية الروح القدس الروح المعزي فعلا اللي اللي فعلا الرب يسوع نفسه قال لا اترككم يتامى بل ارسل لكم الروح المعزي. حي الروح القدس روح حي مش ميت. هللويا امين أحبائنا المشاهدين هنرجع هناخ... نطلع ناخد فاصل ونرجع نكمل معاكم الاصحاح التاسع من اعمال الرسل خليكم معانا. <applause> بنرحب المشاهدين اهلا بكم مره ثانيه علشان نكمل حلقتنا النهارده في الإصحاح التاسع من سفر اعمال الرسل اسيس عصام اتكلمنا عن ازاي شاول الرب حول حياته من شاول الى بولس وعايزين نكمل الجزء الثاني من اصحاح تسعه باصحاح تسعه بنشوف هلا في بريك هلا راح تصير كان الاتجاه في في بدايه الاصحاح كله على على شاول نفسه تغيير شاول وتح يعني تحول. امن واعتمد في الماء وهلا شاول لانه ابتدى يخدم بدأ يبشر في اسم الرب يسوع في المجامع وخاصه في اورشليم محل ما كان يضطهد المسيحيين بنشوف انه ابتدى الشيطان يهيج عليه أخذوا الاخوه ودوه الى قيصريه وبعدين ارسلوه الى طرسوس، هلا الصوره ننتقل هلا الى شيء مختلف كليا، ننتقل الى بطرس. حتى هذه اللحظه لسه الكنيسه كلها في مؤلفه من المسيحيين اللي من اصل يهودي. يهودي كل الكنيسه بدون استثناء مؤلفه من المسيحيين اللي من اصل يهودي. يهودي فالناس اللي لسه الامم اللي هم غير يهود لسه ما وصلتش البشاره لهؤلاء الامم لسه فهلا منشوف بطرس موجود في لده وبقول وجد انسان اسمه انياس مضطجع في سرير له ثمان سنوات وهو مفلوج وشوف شو بحكي لنا في عدد 34 بقول فقال له بطرس يا انياس يشفيك يسوع المسيح, المسيح. شوف ثلاث كلمات يشفيك يسوع المسيح بكل بساطة الإيمان بسيط الإيمان بساطة الرب عايز منا بساطة في الإيمان نصدق كلمة الرب ما نقلبش في كلمة الرب يعني لما بتبدا تقلب في كلمه الرب انت بتشك في كلمه الله وبيبدا الشك يدخل الى قلبك والى حياتك وبتفقد المعجزه اللي انت بتطلبها خليك في بساطه الايمان تعال الرب ببساطه الايمان قال له بطرس لانياس يشفيك الرب يسوع قوم وافرش لنفسك او قوم وعدل نفسك او قوم وظبط مكانك فبحكينا الكتاب ورآه فقام للوقت يعني بدون تأخير ورآه جميع الساكنين في الود وسارون الذين رجعوا إلى الرب، هي أول معجزة بتصير بعد تغيير شاول. في معجزة ثانية بتشبهها لكن إقامة من الأموات، تشبه إقامة لعازر من الأموات وهي معجزة طبيطة البنت الممتلئة أعمال صالحة وأحسنات كانت تعملها. مرضت وماتت، طبعًا غسلوها وحطوها في العليه حتى حتى يدفنوها وطلبوا آه أن بطرس يجي حتى يصلي معها. وعدد 39 بيقول فقام بطرس وجاء معهما ولما وصلوا صعدوا به الى العليه فشوفي فوقفت لديه جميع الارامل يبكين ويرين اقمسه وثيابا مما كانت تعمل طبيثه او غزاله وهي معهن. فاخرج بطرس الجميع خارجا وجثى على ركبتيه وصلى يعني بطرس أخرج الكل من الغرفة لسبب عدم إيمانهم زي رب ما عمل مع طبيفة لما كان أهل البنت بعملين يعني دخل الرب يسوع ولقى المولولين والمزمرين م. والندبات بقى كلهم فأخرج كل الجمع ما عدا والد الصبية وأمها والتلميذين اللي كانوا معاه لأنه فعلا ما كانش عايز الناس اللي عندها عدم إيمان م -م. يكونوا موجودين في المشهد تعرف عدم الإيمان بوقف عمل الروح القدس عدم الإيمان م -م. الشك بوقف عمل الروح القدس كان لما الرب يشفي شخص يقول له روح أري نفسك للكاهن للسبب لأنه الكاهن كان يأكد هذا الشفاء بحسب الناموس وبحسب الشريعة وكان يعلن أن هذا الشخص مشفي من هذا المرض م -م. فأخرج الكل لأنه في شك بيولولوا وبيبكوا شوف شوف شو كانت تعمل شوف الأشياء اللي كانت تطرزها والأشياء اللي كانت تخيطها فهذا بعطل, بعطل عمل الروح القدس لا تسمعش للناس السلبيين خاصة في موضوع الشفاء أنا بلاقي أنه الأمور السلبية أو الملاحظات السلبية أو الكلام السلبي اللي بيتقال على شخص خاصة في في حالة الصلاة لأجل الشفاء من مرض بعطل الشفاء مش لضعف إيمانك أنت اللي بتصلي بس بسبب وجود عدم الإيمان يعني في 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 أحد المواقف في الكتاب نشوف إنه الرب يسوع ما عملش معجزة مش لأنه هو مش قادر عشان ما كانش عندهم إيمان بالضبط بالضبط ففي حالة الشفاء في حالة الصلاة لأجل المرض ما تسمعش لأي أي أي تعليق سلبي ما تسمحش للكلام السلبي وكل ما سديت اذنيك عن سماع الكلام السلبي كل ما زاد ايمانك في الداخل تمسك في الرب أمين. خليك متمسك في الرب وما تنظرش للامور المرئيه الامور المرئيه دائما مؤقته الرب في لحظة في طرفة عين بحول الأمور كلها في طريقة وفي أسلوب إلهي اللي يعجز الإنسان عن فهمه ما يقدرش يفهم الطريقة أو الأسلوب اللي فيه الله بيعمل عملية الشفاء هاي البنت طبيطة كانت ميتة الكتاب بيقول والتفت إلى الجسد يعني خلاص اللي كل فاضل منها جسد التفت إلى الجسد وقال لها يا طبيفة قومي قومي ففتحت عينيها ولم أبسط بطرس جلست فناولها يده وأقامها, وأقامها من المهم أنه في حياتنا اليوميه مش بس في المواقف اللي نحن بنتواجد فيها لكن المهم جدا في حياتنا اليوميه نرفض روح الشك هللويا <applause> يعني في واحد سالني قبل فتره قال لي قال لي دائما بيجيني افكار شك انه هل الله موجود هل الله بيسمع الصلاه هل الله ده هل الله ذات تعرف هذا الروح الشك هذا هو الروح اللي بيعطل عمل الروح القدس نرفض روح الشك في اسم الرب يسوع باسم يسوع باسم الرب يسوع نرفض كل روح شك في اسم الرب يسوع المسيح يقول لنا هون في عدد 42 فصار ذلك معلومة في يافا كلها فآمن كثيرون بالرب كثير من الناس آمنوا يمكن آمنوا لأنه شافوا أمامهم معجزة إقامة موتى <applause> بس بنفس الوقت لما روح الرب يبدأ يعمل في مكان ولا يمكن ولا يمكن غير يأثر على الأشخاص الموجودين في هذا المكان لازم يأثر على الناس، لازم يعمل عمله، لازم النفوس المحتاجة تخلص لازم تخلص. الرب قال عن كلمته لا ترجع إلي فارغة. أمين. بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. أمين. عمر كلمة الرب ما تتقال وتبقى بلا ثمر وتبقى بلا جدوى أبداً حتى لو ما بنبقاش شايفين الثمر في الحال في ساعتها بعينينا لكن بل... لازم نتأكد ان كل مره تتقال كلمة الله علشان كده دايما عارف خرج الزارع ليزرع مم. ربنا عايزنا في كل وقت نبقى عاملين زي الزارع ده اللي يزرع بغض النظر عن التربه لكن ازرع انت مش عارف اني تربه هتقع عليها يمكن في ناس زي الطريق في ناس زي الارض المحجره ناس زي الارض اللي فيها شوك لكن في ناس كمان زي الارض الجيده فاحنا مهمتنا ان احنا دايما نبقى بالاتجاه ده ان احنا نزرع كلمه الرب اينما يعني زي ما بولس قال لتيموثاوس يعني في وقت مناسب وغير, وغير مناسب. مناسب دايما يبقى معفد. نلهج في ناموس الرب نهارا وليلا هو ده اللي هينجح طريقنا زي ما ربنا قال يشوع يعني حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح لما يكون كلمة الرب دايما على لساننا مع كل الناس بشكل مستمر بشكل في كل يومي. مكان نروح متعرفش مين الأرض البذرة اللي انت هتزرعها دي قد إيه ربنا هيستخدمها حتى لو مش معاك انت شخصيا ممكن تكون كلمه ورا كلمه ورا كلمه الشخص ده يثمر ويجيب نتيجه ويعرف رب في يوم من الايام هو ارمي خبزك زلعك. على على وجه المياه فانك تجده بعد ايام كثير يعني مم. لابد انك تلاقي الثمر في هذا اليوم وبتعرف هذه الايام بلاحظ شغله في في الخدمه بلاحظ شغله فظيعه بلاحظ الجوع مم. عند الناس ما تخافش تكلم لانه في 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 جوع كتير عند الناس في عطش لكلمه الله وده اللي رب قالوا في اخر الايام ارسل جوع وعطش ربنا اللي باعت الجوع ده بيقول لك خلاص الحقول ابيضت للحصاد فيعني ارفع عينيك وبص حواليك الناس كلها جعانه الناس مستنيه النور اللي معاك، مستنيه الحق اللي معاك، الحاجات اللي انت بتفتكرها معلومات بديهيه لكن صدقني في وسط الضلمه الضوء الخافت بتاع الشمعه يمكن ايه صغيره يمكن كلمه تشجيع يمكن ابتسامه يمكن محبه يمكن شفقه دي ممكن تكون سنارة تجذب ناس كتير للرب انت عارف الشيطان اتعب الناس الناس تعبانين الاقتصاد تعبان م. الوضع الاجتماعي تعبان الوضع السياسي تعبان لو طلعت على العالم بشكل عام بتشوفي انه من صح. كل من كل النقاط من كل الاتجاهات في تعب والرب مم. يسأل تعالوا الي جميع المتعبين والثقيل وانا أريحكم. اريحكم فاحنا شايفين ان الحصاد بيض حقيقه وانا بشهد اليوم امام الرب انه في هالايام هاي يعني بقدر اكد لك من اي وقت ثاني مضى انه في هذه الايام الحصاد ابيض النفوس اللي بتطلب الرب اللي بتحاول تتعرف على شخص الرب نفوس كثيره كنا زمان نصارع لما نلاقي نفس وحدة نكلمها ونكلمها ونكلمها ونكلم عن الرب وين لما تقبل الرب وتتغير وتتحول لكن في هذه الايام لسه وانا بتكلم مع الشخص بلاقيه بيبكي وبيطلب الرب عاللوية. يعني روح الله بيعمل بقوه وبالفعل الرب بيرسل جوع وعطش الى هذه الارض في هذه الايام الاخيره عم. في تنبيه بحب اقوله المؤمن المتقلب اللي بيعرج بين الفرقتين ما إلوش مكان في شعب الله الرب يقول إلى متى تعرجون بين, بين الفرقتين إن كان الرب هو الرب اعبدوا إن كان الرب هو البعل اعبدوا اعبد البعل لكن تعبد الرب يوم إلك ويوم لربك ساعه إلك ما ينفعش مم. ما ينفعش لان لو نظرنا في في حياه الرسل لاحظ على كل على حياه شوف فيلبس ولا يمكن يتراجع الى الخلف ليه لانه ليس احد يضع يده على المحراث وينظر الى الوراء يصلح, يصلح الى ملكوت السماوات. فما ينفعش احنا نقول احنا نحب الرب في الكنيسه ولكن أقدر اعمل الاشياء اللي انا عايزها خارج نطاق بيت الرب ما ينفعش فانا عايش في الكنيسه زي ما بعيش في البيت وبعيش في البيت زي ما انا بعيش في الكنيسه حياتي جوا وبره نفس الشيء ف في جوع <applause> وما نخافش من التكلم مع الناس تكلم مع الناس أمين. بشر في وقت يعني تكلم في وقت مناسب وغير مناسب رح يجي وقت اللي فيه لما يرفع الحاجز من الوسط يعني راح يفتشوا على كلمه ومش حيقدروا يلاقوها من الصعب انهم يلاقوها فلهالسبب لازم الان نقدم البشاره لاكبر عدد ممكن من الناس أمين. مبارك اسم الرب امين امين لسه نحن يعني فعلا في الايام اللي احنا بنعيشها دي والناس اللي حوالينا محتاجه تسمع كلمه ربنا ان زي ما الكتاب بيقول تسكن فيكم كلمه المسيح بغنى يعني فعلا لا يعني كل واحد فينا لازم تعرف ان انت مرسل من الله لكل الناس اللي حواليك ربنا مش حاططنا صدفه يعني الكتاب بيقول حدد بالاوقات وبحدود مسكنهم أم. حدد بالاوقات والازمنه ربنا حاطك في المكان ده في الوقت ده بالذات علشان غرض في موقعك الجغرافي في الحي اللي انت ساكن فيه في العماره اللي انت ساكن فيها في البلد اللي انت ساكن فيها مع الناس اللي بتشتغل معاهم مع الناس اللي بتدرس معاهم وفي كل حاجه ربنا زي ما بنتكلم اعدادات الروح القدس الروح القدس بيعدك في مكانك في وظيفتك في ظروفك في حاجات الحاجات اللي مضايقاك الحاجات اللي بتعاني منها النهارده ربنا بيشاور عليك انت بالذات وبيقولك انا عايزك انت من ارسل ومن يذهب من اجلنا ربنا محتاج ناس النهارده انها تقف وتقول يا رب ها انا ذا ارسلني يا رب انا هروح برسالتك وهبشر وهخبر الناس اللي حواليا بعظيم صنيعك ده عمل الروح القدس في حياتك انت مش عايزين نبقى اعمال الروح القدس حاجات بنقراها لكن حاجات بنعيشها عملية. وحاجات بنمارسها وحاجات يعني كل يوم في حياتنا العمليه امين تعرف هي اللي قلتيها هي الايه اللي فيها الرب دعاني للخدمه أمين. لمن لي ارسل ومن يذهب من اجل قلت له يا رب أنا. ها أنا ده. أمين. ارسلني فالحصاد أمين. حقيقه ابيض والرب يرسل فعلا لهذا في اسمي الحصاد اسمي يسوع المشاهدين نلقي معكم في حلقه جديده من برنامج نبض الروح